السلام عليكم متتبعات قناة وصفة زهرة الوردية، نتمنى يا ربي تكونوا بألف صحة وعافية. وتحية كبيرة للحبيبات العراقيات والسوريات والجزائريات والمغربيات اللي داعميني، وكنشكر اي وحدة الحمد لله صدقت مع الوصفة او نجحت مع الوصفة. شنقول لكم الدريات، سمحوا لي يا البنات بزاف، شحال من وحدة كتقول لي احنا ما كنفهموش عليك، واش كتكلمي بالعربية ولا بالفارسية ولا بشمن اللغة باش كتكلمي، حيت حنا ما كنفهموش عليك. انا البنات كنحاول نتكلم واحد اللهجة بيضاء باش كلشي يفهمني، باش الفائدة تعم. اول حاجة بغيت نقولها لكم هي راه الواتساب ديالي اقسم بالله العلي العظيم الى الطبلوكة من كثرة الميساجات، داكشي علاش اي واحد ما جاوبشو ما يبقاش فيه الحال، حيت راه الله يحسن العوان، راه ماشي ميساج ماشي جوج ماشي 10 ماشي 20 ماشي 30، يعني الناس غير هاد سالي رمضان يعني شحال من واحد يعني كثروا بزاف الطلبات، داكشي علاش ما كنجاوبش كلشي، كنجاوب داكشي اللي قدرت عليه باش الواتساب ولا كيطبلوكا ليا وكندير ليه ديزانستالي ونردو وكيمشيو ليا الميساجات. داكشي علاش ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نصايب واحد الفيسبوك جديد، نصايبو ونعطيه لكم باش اي وحده عندها شي طلب ولا شي حاجه تقولها لي في الفيسبوك، واي وحده يعني عراقيه ولا يعني سوريه ولا شي وحده ما كتفهمش على كلامي تتواصل معايا في الفيسبوك باش نشرح لها الوصفه ونقضي لها الغرض اللي بغات هي. المهم الدريات، بالنسبه للبنات اللي ما كيتقوش لهم وصفات يعني ما تينجحوش لهم الوصفات، فيعرفوا ان هنالك مجموعه من الاسباب، يعني هذه الوصفات الروحانيه اللي ما كينجحوش معاه يعرف راسه يا عنده التابعه يا عنده العين يا عنده شي سحر ولا عنده شي جن عاشق. وهاد الحوايج قلت لكم بعض المسائل باش تحيدوهم، واللي بغى يعني اللي بغى يعني حل نهائي لهاد الامور ان شاء الله باش يتيسر له الامور، المره الجايه غنخلي لكم في صندوق الوصف الفيسبوك ديالي باش تواصلوا معايا باش اي واحد بغى شي حاجه على الراس والعين. وكذلك واحد الحاجه البنات، بالنسبه للناس اللي كتراودهم شكوك يعني في المصداقيه، فكذلك حتى هما ما كينجحوش معاهم وصفات، بحال دابا داك الشك، حيت دابا الوصفات الروحانيه كيبغي انك ديرهم بواحد اليقين وديرهم يعني واحد اليقين وديرهم بواحد الحاجه واحد الروح انهم غيصدقوا لك، ما تقوليش لا انا اصلا هادي كتكذب وهذا كيكذب وهذا كيكذب، انا غير نجرب واش تنجح معايا ولا لا. هذاك الشيء ما كاينش الدريات، داك الشيء راه ما خدام، راه بنادم اللي كيدير شي حاجه كيديرها بالنيه وباش الله سبحانه وتعالى يعني يسخر فيها. وهذا الشيء اللي كاين البنات، والله يسهل عليكم ويسهل لكم اموركم، واي وحده عندها شي امنيه في خاطرها الله يحققها ليها كيف ما كانت. ودوك الدريات اللي كيقولوا لي ولا البنات اللي كيقولوا لي يعني في كثره الكلام والهضره، انا راه ما كنهضرش غير هكاك، ماشي كنطول في الفيديو حيت بغيت، الا حاشا لا، كنعطيكم نصائح باش تستافدوا باش شحال من حاجه. ملي كنقول لكم البنات في الفيديو الحاجه ديروها على طهاره، بلا ما تجي عندي للتعليق وتقولي واش ندير على طهاره، راه كاينه في الفيديو. ملي كنقول لك الوصفه ديريها على طهاره، ديريها على طهاره، حيت الا مشيتي درتيها وانت ما على طهاره ما غاش تصدق ليك، وقا تعاودي فيها مليون في المره مليون مره. داكشي علاش البنات كنحاول الفيديو، واخا كيبان لكم بعض الحوايج اللي هي تافهه ولا اشياء تافهه، ولكن انا كنبغي يعني نشرح لكم مزيان باش تعرفوا كيفاش استعمال الوصفه. داكشي علاش الدريات، واليوم جبت لكم واحد الوصفه زوينه طلبوني عليها بزاف تاع الناس، وصفه لزياده الرزق خصوصا مع هذه الاوضاع. اقسم بالله العلي العظيم كيف ما كتعرفوا ان الاموال راه ما يمكنش لينا دابا هاد الورقه النقديه تولد لينا هاد الورقات النقديين، ولكن سبحان الله يعني شنقول لكم كاين بعض الحوايج اللي كيديروا من الناس اللي كتلقاهم عنده مال قليل ولكن فيه البركه، يعني فيه واحد البركه وكيجيك الخير من كل مكان. ماشي كنقول لك انا ماشي كنقول لك تزاد الورقه وتحطيها وتقراي على شي حاجه ونغد الاخرى تلقاي هادشي كامل، الا انما كنقول لك هاد الوصفه ملي غديريها ان شاء الله غيجيب فيها الله التيسير وغيجيك الرزق من حيث لا تدرين، وغادي تكون الفلوس ديالك تكون فيهم البركه. حيت دابا شي بعض المرات كنسمعوا الناس كيقولوا ايوا حنا راه شدينا هاد الشهر كدا وقدا وقدا ومشاو الفلوس بحال الحرام ما درنا بهم والو. داكشي علاش البنات تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، والله يسهل عليكم ويسهل لكم اموركم. هاد الوصفه راه مطرطقه، نبداو الدريات الوصفه ديالنا على بركه الله. المهم البنات، فاهم حاجه غادي نديروها، غادي نحتاجوا واحد الورقه
ورقه من يعني المال ديالك، يعني تكون ما نقولش لكم انا 100 درهم ولا المهم شي حاجه اللي تكون بسيطه، يعني ورقه نقديه اللي تكون بسيطه، يعني بحال 20 درهم اقل حاجه، 20 درهم يعني اقل، يعني ورقه نقديه عندكم يعني اقل عمله على شكل ورقه نقديه هي اللي غنستعملوا. وهذيك الورقه النقديه خبوها عندنا، من يعني ما نستعملوهاش في الحياه ديالنا اليوميه نشرو بها شي حاجه ولا لا، ما نستعملوهاش، انما نكتبوا عليها هذه الايه العظيمه، عافاكم تبعوا معايا مزيان باش الفائده تعم وكل شيء يستافد. كنكتبوا فيها يا منان يا منان ذو الاحسان قد عم الخلائق منه وفضله. المهم البنات ركزوا معايا عافاكم مزيان، هنايا فكتبنا هنايا يا منان ذو الاحسان قد عم الخلائق منه وفضله. كنكتبوها في ديك الورقه النقديه البنات، ورقه يعني سمعوني مزيان، واحد الورقه اللي ما كنكونوش كنستعملوها في حياتنا اليوميه، وكنكتبوا تحت هذا الدعاء كنكتبوا هذا الشيء، كنكتبوه في الورقه النقديه، كنكتبوا الساعه الثامنه صباحا يوم الخميس عصرا. هنا البنات فين كاين السر، هاد الجمله هي اللي فيها السر. فبعض المرات كيجوني شي دريات كيسولوني علاش كتبنا هذه علاش كتبنا هذيك، هذوك البنات راه بعض اسرار الروحانيات اللي ميمكنش انا نفسرهم ليك ولا شي حد يفسرهم ليك، فيعني هذوك اسرار كيف ما قلت لكم. كنكتبوا يا منان ذو الإحسان قد عم الخلائق منه وفضله الساعة الثامنة صباحا يوم الخميس عصرا. وكنهزو البنات المهم هادشي اللي كتبت لكم هنا كنكتبوه في ورقة نقدية، كنكتبو هادشي في ورقة نقدية أوكي. من بعد البنات كنهزو واحد الورقة، ورقة عادية البنات ياك، كنكتبو فيها هاد الدعاء ذو الفضل العظيم وفضل العظيم يا صاحب الخزائن يا صاحب الخزائن ارزقني بلطفك يا عظيم. المهم الدريات هاد الدعاء وهاد الجمله كنكتبوها على الورقه تاع الفلوس ديالنا، على الورقه النقديه باش نكونوا متفاهمين. وديك الورقه النقديه كنخلوها بين فلوسنا، ما كنستعملوهاش في حياتنا اليوميه، يعني ما كنتقضاوش بها ولا ما كنشروش بها، كنخلوها عندنا دائما باش يفيض علينا الرزق، باش الفلوس اللي عندنا تبقى فيهم واحد البركه ويفيض علينا الرزق. هاد الدعاء البنات هذا كنكتبوه في ورقه، سمعوني مزيان، يا ذا الفضل العظيم يا صاحب الخزائن ارزقني بلطفك يا عظيم. كنحطوها كنكتبوها في ورقه، وديك الورقه كنحطوها في واحد الكاس مليء بالماء، والماء البنات ما يكونش تاع الصنبور، يكون ماء معدني، يعني تجيبي من الحانوت ماء معدني، كدزي واحد كاس ديال الماء معدني، كدزي واحد الورقه كتكتبي فيها هذا الدعاء، وكتحطي ديك الورقه وسط داك الكاس اللي فيه الماء المعدني، كتخلي ديك الورقه مده تقريبا 5 دقائق. من بعد البنات داك الماء كتشربيه، داك الماء اللي فيه ديك الورقه كتشربيه، فسبحان الله. فانا هاد الوصفه الحمد لله ما كتخطانيش، دائما كنديرها والحمد لله. كاين واحد البركه في المال وبزاف تاع الامور. كاين هاد الوصفه اللي كتكتبي على الورقه النقديه، وكاين الوصفه اللي كتكتبيها على 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 ورقه ماء يعني معدنيه. المهم انا دابا درت لكم هذه، المره الجايه غندير لكم ديك الاخرى باش يعني اللي ما قدش زعما يكتب على الورقه النقديه. وهاد الوصفه البنات جربوها راه ساهله وبسيطه، وحاولت انا نزرب لكم في الفيديو حيتاش ما يعني ساهله وبسيطه. هاد الشيء البنات كتكتبوا على الورقه النقديه يا منان ذو الاحسان قد عم الخلائق من امنه وفضله الساعه الثامنه صباحا
في يوم الخميس عصرا كنكتبوا هادشي على الورقه النقديه، يعني الورقه النقديه ما كنستعملهاش في حياتنا اليوميه، وهادشي كان هاد الدعاء كنكتبوه في ورقه وكنحطوه، يعني هاد الدعاء ذو الفضل العظيم يا صاحب الخزائن ارزقني بلطفك يا عظيم، كنكتبوه في ورقه ونحطوه في كاس ماء معدني، بعد 5 دقائق نشربوا من داك الكاس، سي سبحان الله كيجيب الله واحد الرزق واحد التيسير. هادشي اللي كاين، الله يسهل لكم اموركم يا ربي.